طيب لقطي على الميكرو لقلك إذا قلت لك مثلا بالكردي حافظة شيء؟ يلا بالكردي يلا إيه؟ يلا سوزلي 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 جنغانو جاني كمي سوزلي 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 جنغانو جاني كمي ويسوي من قوة رداخم سوزلي سوزلي جنغانو جاني كمو ويدوسي من قوة كاوي وكاوي شواني تكاوي بماتشي نتكامو أريد الصوت أسماري النار 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 ناري هي وهنجيري قرشو شيرين وميخو درماني جوان وبيري قرشو شيرين وميخو درماني جوان وبيري هي 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 هندي هندي غني لي هندي لشوف هندي سوچاره سوچامره راج دولاره سوچاره سوچامره راج دولاره سوچا داری بھی کیسے تھے داری بھی کیسی تاری سوچا سوچاره سوچا رح تنزل دمعة. تذكرت لأن بس اسمع هندي بتذكر هيدي المرة اللي حاملة ابنها على سكة الترين وبيجوا بيخبص لها وقت شيء دايما هيدي. طيب غني لي بالأزيري بالأزيري بدي اقول شغله بدي اقول شغله انا على سيره هلا اللغات وغنيت ازيري يعني اذربيجاني. اكيد انت بتعرف وكل العالم بتعرف انه في قتال محتدم بين اذربيجان وارمينيا تاريخي يعني وفي كرباخ. انا مع ارمينيا انا مع ارمينيا بس بدي اقول لك شيء. الموسيقى هي وحده. الموسيقى هي موسيقى الشعوب وين ما كان بالدنيا. هي الموسيقى واللغه الوحيده اللي بتربطنا كل انسان بالاخر بالدنيا. فانا لانه الموسيقى هي وحده ولانه نحن واحد وين ما كان وحده مثلك انا مع ارمينيا. بس انا اكيد مع ارمينيا كمان. قبل ما افتح الكادو قولي شيء بالارمني. سريري هوين مرنم هوين مرنم هوين مرنم إمياري بوين مرنم بوين مرنم بوين مرنم ميداري اتشم دسم دسنوغيا عشكين مرنة ميداري اتشم دسل دسنوغيا عشكين مرنة قاين الم قالشم قاروخ قالشم Kalçem garuk, lütfelim, lalçem garuk, lalçem garuk, midari etşem desler, desnoğiya açkin.